تمام يا شباب، تمام تمام بدي ارسم الاليمنت. هي حطيت النوت تبعته جهزته. هاي الاليمنت بالاخضر. طبعا الاليمنت له بالمقابل له حل له سوليوشن، صح ولا لا؟ السوليوشن تبعه انا حسب الفرضيه تبعتي بدي امشي عليها بمبدا الفاينايت اليمنت بهذا المنهج تبعنا، هي لينير صح؟ فراح يطلع عندي حل هون، راح يطلع عندي حل هون. طبعا انا ما حدا يقول لي ليش حطيت الحل هذا اكبر من هذا، مو مشكله. تمام، بعدين بتعرفوا. اذا مين هذول هون؟ هون عندي فاي اي صح؟ اللي هي قد تمثل تي اي تمبشر اي عند النود اي صح؟ كانت قيمتها 120 سلسيوس. وهون شو في عندي يا شباب؟ فاي مين؟ فاي جي. اللي هي قد تمثل تي جي، بس انا اليوم طالع ما راح استخدم تي، راح استخدم فاي، اوكي؟ اللي بحكي بشكل عام. يعني انا اخذت التمبشر ككيس بس مش شرط يعني. تمام؟ لا تنسوا ان النقطة هاي هون الاوريجينال كم قيمتها؟ صفر وصفر صح؟ طيب بس المسافة من هون لهون شو بتمثل؟ XI XI المسافة من هون لهون شو بتمثل؟ XJ XJ والمسافة بيناتهم بأي مكان شو بتمثل؟ X X شو لا X ما اوكي كل شيء بينهم صح؟ تمام. إذا الأولى شو هي؟ XI صح؟ معطينا إياها 1.5 سنتي. والتحت هاي شو بتمثل يا شباب؟ اكس جي معطينا اياها 6 سنتي. هاي اللي بدي اعملها زي هيك، هاي شو بتمثل؟ اي اكس يعني شو ممكن تكون؟ اعطيني رقم لك شو ممكن تكون؟ 5 3.5 4.5 4 ممكن تكون هون صح؟ ممكن تكون هون صح؟ ممكن تكون هون صح؟ تمام. هلا هاي هلا هذا الشيء الحالي هاي بدنا نفرضها مشان بس نقرب للواقع شوي. بدنا نفرض this is اللي هو a linear element صح؟ ان شاء الله linear element زي ما تعرفنا نعتبره of fin. ليش استخدمت fin؟ لانه عاده الفن بيكون موجود مسائل الحراره بالهيت صح؟ صحيح. لكن الفن اللي رسمناه المحاضرة المضت وين راحت صعد وقد لاقيها؟ 7 7 اتوقع. لا 7 ايام هسه بنشوف. دقيقة شوي وفي عندي فولدر ثاني استنى شوي. يعني يعتبروها مسألة زي هيك فن، هذا فن صح؟ واحنا شغالين على واحد من هاي الاليمنت، قد يكون هذا اليمنت مهندس الفن إيه؟ بنفس التاب اللي كنت فيها نفس ال انا ليش وين كنت؟ محل ما كنت تكتب هون؟ هاي نفرض انه احنا باليمنت 2 تمام شباب؟ هاي الفن اليمنت 2، هلا بدنا نطلع بنحكي احنا عن الحل التقريبي هيو هذا الخط تمام المستقيم تمام شباب معي يا حديثة شباب معي صح؟ شو نقدر نكتبه؟ نقدر نكتب المعادلة العامة. شو هي المعادلة العامة؟ فاي اي اوف اكس شو بتساوي؟ ان اي فاي اي زائد ان جي فاي جي صح؟ او نفتحها نكتبها بالطريقه اللي قبل شوي اللي قبليها اكس جي ناقص اكس ايوه يا بلشت تفهمها اكس جي ناقص اكس اي كله فاي اي زائد اكس ناقص اكس اي اكس جي ناقص اكس اي
كله بفاي. اي اي جي انت اي جي اي هاي المعادله من وين لوين؟ من اكس اي لوين؟ لاكس جي. بلغه الارقام من واحد ونص لست. لا ست. تمام لهون الحكي؟ 100%. هلا خلينا نضم معطيات السؤال. تمام. طيب مين بيقول طول الإليمنت هذا كم؟ اكس جي ناقص اكس اه 4 ونص سنتي. ما لاش معنى الكلمه كذبتها. طيب هلا السؤال شو بده؟ طيب شو بده السؤال؟ توقعوا فاي او انه عند اكس فاي انت ايش؟ فاي الاكس فاي انت تبغى شو؟ نحكي عن الحل احنا صح؟ صحيح. وين؟ عند اكس 4 او بلغه اخرى يعني احنا بدنا فاي الاي عند اكس للاربعة. صح. طيب بكل بساطه شو بنعمل؟ بنرجع على الصف العاشر قضيه تعويض نعوض يا شباب. ستة ناقص ايش؟ أربعة ونص. لا أربعة لا خليني أكتب لكم إياها بشكل عام بعدين نجي نعوض فيها. بحب بعرفكم بتحبوا حبة حبين. تمام. ستة ناقص إكس على أربعة ونص صح؟ صح. ضرب فاي الآي زائد إكس ناقص واحد ونص على أربعة ونص في 90. من وين جبت هاي الشغلات؟ بكل بساطة جبت المعادلة الأصلية هون يا شباب وحطيت فيها هاي القيم. تمام؟ هلا حان وقت التعويض. هي بناء الإكس 4 صح؟ نعم هو بديها عند الأربعة هيك حاب. كان بيطلع الجواب سالب 60 زائد الجواب كامل. لا مش عارف عم بحسب 103. تمام 100%. طيب نقدر نوجد معدل تغير الحراره مع الاكس يعني بلغه اخرى الميلان؟ نقدر. إذا لو السؤال طلب change of سنبو شوية يا شباب اللي هو السوليوشن بشكل عام يعني فاي أو تي لا اشتقوا قسمي هاي بالنسبة لمين يا شباب؟ اكس
with respect to x وين بدنا معدل التغير at at x equal 4 مثلا تمام بس ما بتفرق هي ما بتفرق اه ما بدنا نحكي مثلا عند x 4 او اه مشان بالنسبه زي ما انت حكيت او at any x طبعا ليش ما بتفرق بدنا لينير انه لينير زك فول simply can be obtained by finding mean يا علي السلوب او احنا بالماده هاي بنحبش نسميه السلوب بعدين راح تعرفوا ليش لما نحكي عن ال2 دي اليمنت ها ناويين نحكي عن 2 دي اليمنت الجراديانت الجراديانت مين حكى الجراديانت انا حمزه الخطيه يوم صحصحين دائما والله الجراديانت بنحب كلمه الجراديانت بعدين راح احكي لكم ليش هلا بما انها 1 دايمنشن ما بتفرق اسمها سلوب بس لما تكون 2 دايمنشن تفرق معنا لانه بصير في عندنا سلوب بالنسبه للاكس وسلوب بالنسبه لمين للواي للواي بصير الحل بصير الحل يتغير مع الاكس والواي يا شباب تمام راح ناخذ هذا الحكي طيب اذا نحكي احنا عن دي فاي هذا الجريدينت بالنسبه لدي اكس يساوي كم يا شباب فاي جي ناقص فاي الاي على الإليمنت ويساوي دلتا فاي على دلتا إكس تمام؟ الأربعة وإيش هون؟ نص نص بطلع الجواب سالب 6 فاصلة 6 4 شو الوحدة سلسيوس لكل ايش؟ متر سنتيمتر كل سنتيمتر اذا كل سنتيمتر قديش بقل؟ 6 و 6 و 4 بكل بساطة ست. شباب بكل بساطة هو قديش بدأ قيمته؟ 120 بعد 4.5 سنتيمتر قديش صار؟ 100 90. بعد 4.5 صار 90 يعني 120 ناقص 4.5 في سالب 6.62 صح؟ بعد 4 قديش صار؟ 103 103 طيب هذا الإجزام أتوقع أنه كافي أنه يوضح موضوع اللينير هاي المعادلة خطية أنها بسيطة Conclusion extension to any element يا شباب تمام حتى نعمل extension to any element we use طبعا الكلمة هنا مخيفة بس هذا الحكي يعني احنا شرحناه A continuous piece PE هون wise smooth معقد الكلمة صح؟ equation مين هي هاي الإكويشن؟ بكل بساطة هاي الكلمة المعقدة توصف المعادلة هاي يا شباب